الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين. اللهم اجعلنا بالصلاة على محمد من الفائزين ولحوضه من الواردين. اللهم اجعلنا لحوضه من الشاربين ولسنته من التابعين المطبقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته. اللهم ولا ظالما إلا قصمته. اللهم ولا ظالما إلا قصمته. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب أحبابنا من النار. اللهم أعتق رقاب زوجاتنا من النار. اللهم أعتق رقاب أهلنا من النار. اللهم أعتق رقاب كل من له حق علينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به واجعلنا نورا يهتدى به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير وبالإسلام
الإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.